السلام عليكم، تحية طيبة لأعضاء مجموعة أصدقاء الطبيعة لعلم الطيور. أود أن أقدم اليوم موضوعا حول الإباضة ومشاكلها عند إناث القناري. نتكلم اليوم إن شاء الله عن بعض المشاكل التي تعترض بعض الإناث القناري في مرحلة التفريق وخصوصا عند الإباضة، وأتطرق إلى مشكلتين رئيسيتين وهما وضع عسر البيض، عسر وضع البيض، وكذلك البيض بدون قشرة. تعتبر الإباضة أي عسر وضع البيض عند الأنثى أي تجد صعوبة أثناء الوضع نتيجة أسباب نذكر منها أن البيضة ذات الحجم الكبير شيئا ما عن المعتاد. هذه البيضة قد تنحصر في مسلك أو في ممر البيض وهو لوبيديكس، والحل يعتبر أنها تفتقر والمشكل أنها تفتقر إلى سائل اللجج يؤدي إلى انزلاق البيضة داخل هذا المسلك أو الممر. فكحل لعلاج هذا المشكل نقترح بعض الحلول، منها أولا نأخذ أو نمسك الأنثى بين أيدينا ونأخذ منظف الأذن ذلك اللي فيه القطن ونغمره بقليل من الزيت ونحاول إدخاله في مخرج الأنثى بقليل حتى ينفذ ذلك القليل من الزيت إلى ممر البيضة. إذا مع دهن قليل من الزيت على بطن الأنثى مع توفير عنصر مهم وهو الحرارة والدفء، ثم وضعها في العش مع تغطية القفص كاملا حتى نوفر هذا العنصر. إذا بهذه الطريقة مجربة وقد تضع الأنثى البيضة داخل عشها. والطريقة الثانية وهي أخذ الأنثى ولفها بمنديل أبيض أو ورق المطبخ مثلا ووضعها على سطح طاولة وتحريكها حركة دائرية كحركة العجلة إلى الأمام أي دحرجتها، ثم نعيد هذه الحركة عدة مرات حتى يظهر لنا جزء من البيضة خارجا، ونساعد بقليل من الزيت. إن أمكن فإننا نسعف الأنثى بإخراج هذه البيضة أو وضعها في العش لتكتمل هذه الإباضة مع توفير العنصر المهم وهو الدفء والحرارة. الطريقة الثالثة لعلاج هذا المشكل وهي أخذ إناء به ماء ساخن أي درجة الغليان حتى يتصاعد منه بخار، وأخذ الأنثى بين أيدينا ونعرضها لهذا البخار في منطقة البطن، أو وضعها في قمع، تنقل بهذاك الدواز ديال السوائل، دواز أو قمع، ليتصاعد البخار من فتحة هذا القمع مباشرة إلى منطقة البطن لمدة 10 دقائق، ووضع الأنثى في العش لتكتمل الإباضة. عند إمساك الأنثى في كل هذه الحالات في كل هذه الطرق يجب أخذ الاحتياط حتى لا تتكسر البيضة داخل الأنثى مما يؤدي بها إلى الموت. أتكلم عن المشكل الثاني وهي وضع البيض بدون قشرة، وهذا المشكل سببه أن الأنثى لم تتلقى تجهيزا جيدا وغنيا من حيث المواد أو حيث المكونات خلال فترة الشتاء. وكملاحظة مهمة كما ذكر بعض المربون يجب الإشارة إليها، أن الإناث التي تعيش في مكان غير حار نون شوفي يمكن المربي أن يقدم لها أغذية غنية متكاملة من حيث المحتوى باطمئنان دون التعرض لمشاكل لاحقا، وبالتالي تستطيع هذه الإناث الاستفادة من هذا الغذاء ووضع البيض بطريقة سهلة وبدون مشاكل، بعكس الإناث التي وضعت في مكان حار لا تتحمل الأغذية المراد تقديمها، فهي لا تتحمل ذلك مما يؤدي إلى التهاب في الأمعاء ومشاكل في الكبد، أو تدخل في مرحلة غيار الريش الجزئي نامي بارسيال. وبالتالي عندما تحل مرحلة التفريق والإباضة فهي غير مؤهلة أو ليس لها القدرة لتتحمل فترة الإباضة وليس لها الجهد لذلك، بالتالي فهي فقدت كل مواد لماتير كاركير من حيث الكالسيوم والفوسفور وغيرها لتكوين قشرة البيض. ولعلاج هذا المشكل نقدم الأنثى نصف ملعقة من مادة فوسفات دوشو
أو ستيبيا محقوقة في باتي غني بالبيض يوميا خلال أسبوع مع مكمل غذائي به فيتامينات وأملاح معدنية، بالإضافة إلى التشميس لتستفيد من الفيتامين دي والاستحمام. فعظمة الحبار ضرورية السيبيا لما لها من فوائد في توفير الكالسيوم والفوسفور لتكوين قشرة البيض وصلابة العظام، كذلك الرمل أو بتقديم محلول الكالسيوم في الماء. مثل هذه المواد ضرورية ولازمة طيلة السنة لتعطي لهذه الأنثى كل هذه المكونات. ومن الخطأ أن نعرض الأنثى لإباضة ثانية إلا بعد مرور 10 أيام بتقديمها كل الأغذية المقوية وخضروات مثل القرنب الملفوف، وكذلك أغذية التي تحتوي على الكالسيوم لتوفير هذه المادة. نوع من الخضر فهو مفيد كالقرنب الملفوف أو البريكولي لما يحتوي عليه من كالسيوم، وكذلك القرعة أو ما يسمى بالقرعة السلوية لما تحتوي على مادة مفيدة وهي غنية وهي الكالسيوم محتاجة في هذه الحالة لإناث القناري. وكإضافة يجب إعطاء الإناث عند تكوين البيض قليل من البيض مثلا مع القشور ديالو وكذلك أوراق الخس لتساعد على وضع البيض بسهولة حتى لا تتعرض إلى القبض الكونسيباسيون الذي يعيق ويؤثر على إخراج البيض. ولتلافي هذه المشاكل التي تعترض الإناث فيجب أن لا نسرع في توقيت التفريغ، لأن الحرارة يجب أن تكون مناسبة من حيث الدفء، فهي تساعد على الإناث في وضع البيض في حالة سليمة وبسهولة. وأخيرا أتمنى أنني قدمت بعض الحلول لمعالجة هذه المشاكل التي تعترض الإناث عند الإباضة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.